الحمد لله طبعا نعمه من عند ربنا جدا ان الواحد اهلاوي, ونعمه من عند ربنا جدا البطولات اللي بتنزل علينا دي كلها لان احنا نستحقها. ناس بتعمل في صمت, ناس بتتجاوز في حقها كتير قوي, وربنا ما العادل يعني العدل يعني صحيح. ما فيش مجهود بيضيع يا كابتن شريف, ما فيش مجهود. لينا مش كويسين وبنكسب. انا اقول لك بصراحه ان في رضا علينا من كل الدنيا يعني, وناس بتشتغل. مش عايز اقول لك لو احنا راجل ما بيشتغلش وما بيشوفش شغلي ومش محترف في شغلي ومش حتتي, استحاله هيبقى في المكنه هتطلع قماش يعني. استحاله صحيح. استحاله صح. مش ممكن. انما انا عايز يا دوبك ابقى موجود في البطوله, يا دوبك اوصل مره او حاجه, وانا يكفيني شرف ان انا وصلت يا دوب. لا, لازم يبقى في اكتر من كده يعني. في كذا نادي دلوقتي بتصرف عليه جامد قوي, يمكن اكتر قريب مننا او اكتر مننا كمان, ومش قادر يوصل لاي بطوله واحده. لازم ياخد شغل كتير قوي, ولازم يشوف النادي الاهلي بينتهي منين وهما يبتدوا. وده مش عيب. النادي الاهلي ده زي ما كنا بنقول فيه فرق بتفرغ لمصر لعيبه كتير قوي, احدها واولها النادي الاهلي. النادي الاهلي هو اللي بينجم النجوم. النادي الاهلي هو اللي بيجيب اي لاعب عنده, بيحسسه بقيمه البطوله شكلها ايه, لانه ما ينفعش يبقى موجود الا بالبطوله بالتيشيرت الاحمر. وانت بتتفرجي كده في لحظه تحس ان التيشيرت الاحمر هو اللي بيلعب. صح. مفيش حاجه ثانيه. وروح التيشيرت انا ساعات انا ببقى في الملعب حاسس ان انا لو لبست تيشيرت غير التيشيرت ده هتكشف. في حاجه غلط. لا, لو تعبان هتكشف. انما التيشيرت ده قصه ثانيه خالص, مش هيحس بيها الا اللي بيلبسها يعني, او اللي بيشتغل فيها.